ثم سيدتي الفاتنة قطعي البصل. بصل في يمان بك؟ والله ما في يمان بك، لكن ما كنتي على بكا. هاكا نقطع البصلة. اجي، اش درتي في الشركة؟ اش غادي ندير؟ اش غندير؟ اش غندير؟ ما قبلونيش. علاش؟ قالك يقبلوا غير البنات والعيالات. عرفتي اش غادي دير؟ دير شي مشروع ديالك بوحديتك. واش عرفتي شنو هو احسن مشروع يناسبني انا؟ شنو هو؟ الانتحار. ماك على هذا التشاؤم مال؟ واش عرفتي الانتحار تانايا؟ اولا الوالدة غادي تهنى مني، الوالدة غادي تهنى مني، وانا غادي نتهنى مني، وانت غادي نتهنى منك. واش كتسايب؟ يلا نوض طلق راسك. شي نقول لك انا؟ لقيت شي طريقه نموت بها وما نتعذبش. اش راه صدق عليها كاع؟ عرفتي احسن طريقه؟ شنو هي؟ حل الكويزينيير، دخل راسك في الكويزينيير. ايوا. وحل الغاز. ايوا. والله يرحمها روح. صافي هي الاولى. اختها الوداع، قولي لهم ما يبكيوش عليا، ما تشدينيش ما تشدينيش. الكيكة وحقي فينا هو. بلاتي بلاتي ما بلاتيش بالعراج. بيبينا عمي كي دايره بنت خويا؟ كي دايره الكبيده؟ انتي راه هي النواره ديال هاد الدار. يلا هزي مع عمك هاد الساك النحيله. وكاينه شي نحيله كتهزك؟ انا كنقول لك النحيله حيت انت كلامك حلو. ماما ماما بابا عندنا التوريست في الدار. رابح غادي نسافروا ولا سافر لعندكم؟ لعندنا ماشي بزاف مرات خويا، غير واحد الشهر. شهر وكان هي انا ودوز عندنا الكونجياك. القمه اللي كنت ساكن فيها نص عرب قاعد بعض الهربه لانه شي حباب ومشى لعندو، وانتو ماما حبابي عليها. وقت ما دزت حدا دارك كنقبرت ما طارت. مشي نطلع حويجتي بداك البيض اللي في السطح. مربوح واش ظهر لك في هادشي؟ شنو غادي نديرو انا؟ دايره كيف ما كان الحال راه خويا، واخا رانا عارفو غا كيكذب اش غادي ندير؟ يا الله يهديك، ما عرفتش انا هاد القلب مالو ديما حنين. حنين؟ قلبي حنين. بلاتي زيد 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 ولدكم هذا اللي كان عقلين ثاني. الله أعلم سيدي. بلاتي نسول بابا بابا ماما أجي تشوفوا هذا واش ولدكم ولا ماشي ولدكم. أهلا سي كولومبا. أهلا أهلا أكيدين عمس. أهلا واش هذا ولدكم؟ إيوا نكذب عليك تنعرف واش ندار عاد باش نقول لك واش ولدنا ولا ماشي ولدنا. إيه إلا كان داير هزينة راه ولدنا، ولا كان كحله راه ماشي ولدنا. لقيت هذا المحترف. محترف؟ بغيت نقول المنحرف. لقيتو غادي يبيع المسجل وما عندوش الريسي ديالها. ياك مسخي بغيتي تبيع لي المسجله ديالي؟ بغيتي تحرمني من الاخبار ورغبات المستمعين وراك المتغيبين؟ لا مربوح راه انا اللي عطيت فيه بها. وعلاش؟ حيت كتصدعني بالليل. انا؟ لا المسجله. اه سي مربوح. نعم اسيدي. انا سلمت لكم مجرم. الله يجازيك بخير اسيدي. ويلا حاول يهرب اتصلوا بيا. واخا سيدي الله يكثر خير. الله يرحم الوالدين. لا 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 الى اللقاء. الى اللقاء كولومباني. يا عدول انت ما رايتي؟ لا لا انت خلي لي انا الريشو. ريشي انت كدافع عليا ياك؟ كنت كندافع عليك حيت ما فينا ما يبقى طالع نازل في الكوميساريات والمحاكم. صافي صافي الله يسامح الله يسامح. على وجه الضيف انا سامحتك، ونهار باقي تعاود راني ندبحك ونشرب من دمك. سرق لي السجاله والسيبه هادي. بكل ما تصبت انايا كراك اليوم كليتي ودوقتي. قول لي بعدا
شحال عطاوك ديك السجالة؟ غير عطاوني 10,000 ريال. أو ما بعتيهاش؟ وهاديك راه ما جبتها 4,000 ريال. يلاه أنا بغيت نتخلص من واحد السيدة بغات تشريها من عندي ويوقف عليا كولومباني. سبحان الله يا ولد خويا، أنت والنحس توام وعاد زيد مكملها بالنفخة. كون بعد عاد كملتي قرايتك ولا خدمتي فاش ما جاب الله. لا وعاوتاني لا وا ماشي فاش ما جاب الله. إوا تسنى حتى يعينوك باشا. شنو واحد القضية؟ أنا راه كنت خدمت حمال ما كملت النهار حتى عواج لي ظهري. المهم بعدا صورتي نهارك 30 درهم خسر عليا الوالد 10,000 ريال باش قضيت ظهري. ولكن يا ولد خويا علاش انت شداك المارشي؟ واش غادي ندير؟ بقى جالس حييت بالقلها صحيت بالقلها صاحب هذا الله. لا هو انا نخدم ساعي وما نخدم شي 30 درهم. جيبوا لي دابا الساعي شحال كيطلع في النهار؟ وداك راه عندهم النهار العيال 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 اللي ما فيه والو عندهم 100 درهم. 100 درهم؟ كاين اللي يعطيهم السكر، اللي يعطيهم الزيت، اللي يعطيهم اللحم، كلها خدمة كلها فضل. ما عندهمش ضريبهم؟ قلت لك كلها فضل، حر ديال راسه، يدخل وقت ما بغى، يخرج وقت ما بغى. يا وعمي خليني نرتاح شوية، سير الكوزينة خذ شي حاجة من الثلاجة. كاين شي حاجة؟ كل شي حاجة. واخا، إيوا تك، ارتاح لك مع راسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الا بغيتي عشا سكرا الصوبة كاينة في الكوزينة. الصوبة؟ من ديري الريجيم. ها؟ وملي اخويا انت ما ديرش الريجيم كنت تدوز للمارشي تجيب معاك سقيطة نتعشاو بها كاع جميع حنا كاع والله جالسين على الله. مارشي وداك الشيء ما عنديش الوقت انا ما ساليش. اللي سمع على هاد الهضرة هادي يقول هاد السيد هذا بقوة الشغالات اللي عنده ما عندوش الوقت فين يحك راسو. هاكو. وي 4,000 ريال ماشي سكن. هل تعرفون لاعب بالايدي ايدي 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 لطفي شوف اوليدي راه الى عاود جاني عمك كولومباني راني نكرك. لا 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 ما انتيش على هادشي الوالد هذاك راه عرق التافي هذاك عليها سميت فيها شي ريحه ماشي حتى ليه. شميتي ايواري المهم شميتي ولا ما شميتيش المهم انا كنصور اكثر منك. لطفي شحال صورتي اليوم؟ 300 درهم. 6,000 ريال؟ 6,000 ريال؟ ياك ما لطفي وليتي شفار. راه ولا بزناس في السعايا. انا خدام في الاداره من شروق الشمس الى غروبها، ملي جا كنعجي نحسب الماندا كنلقى راسي كتشيط لي 80 درهم في النهار. وهاد 6,000 ريال هادي ربحتها في نص نهار. نص نهار؟ ايوا الخير والبركه. ايوا على هاد القبال هذا كاع نخرجوا نسعاو. الراجل. اه. تبعني. فين؟ اجي هنا. وجدوا راسكم احنا غنوليو نسعاو. نوضي عفا بنتي سخن لي ديك الصويبه اللي مبغاش لطفي. الراجل عندك يصوت لك الريح في عقلك وتخرج ليا تسعه. ايوا راه نيت صات لي الريح في عقلي. واش بغيتي تشوه هنا في الحومه؟ كيفاش نشوهك في الحومه؟ وراه بعدا شوه هنا ولدك لطفي واللي عطى الله عطاه. هذاك غادي يقولوا عليه الناس صغير ما عنده عقل وما خدامش. وانا غادي يقولوا عليا الراجل كبر وهتر. وانا غادي يقولوا عليا مرات السعه يا مربوح. دابا انت الله كتفكري في السمعه ديالك. معلوم السمعه ديالي هي الاولى. انا ضيره دابا انا ملي غادي نخرج نسعى ونجمع فليسات من عند عباد الله فين غادي نديهم؟ ياك غادي نجيبهم لك انت. ايه انا عرفتي علاش؟ حيت انا اللي كنصرف. ايه هو المهم دابا خصنا وكثر شي انني غادي نمشي نخرج نكر ما غادي يعرفني حد وغادي ندور غير في السواقات حتى حد ما غادي يثق بيا. دابا ملي غتخرج نكر انا ما عندي مشكله الله يعاونك على وليدتك وعليا. نمشيو نشربو كويس ديالنا. لا 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 لا
نيزان بلا ما تعوج لي يديك ولا رجليك، راه اللي شاف في هذه الحاله غادي يحن عليك بلا بلا حتى حاجه. وهاد اللي دخلت هي هكا ولا شنو نعوجها حتى هي صافي. انت دابا هذه درتي مضروبه هم اللي غتغطيها اليد الاخرى حتى هي هكا باش غتشد الفلوس باش. والله الا عندك عندي ما نسالك ساعه مكحط ما كاين. موجودين موجودين الشاف. صافي يا سيدي موجودين مدربين مستعدين. فين هما جلال؟ لا جلال ما نحن غادي الاسبوع. لا جلال غادي نلبسوهم غندرقوا فيهم ندرقوا راسنا بالقباب حتى نوصلوا لبلاصه الخدمه وديك الساعه نحيدوهم ما شافنا حد ما خشعنا حد. والله الا عندك الصح ما يتسالكش يا وليتي معلم بهادشي ديال تسعايت. قول لي غادي نتفقوا من لهنا ولا واحد يشد رومبا معلوم. انا ما نمشي للحطه ديال الطوبيس. انا ما نمشيش رومبا كيعرفوني الناس. طوبيس صافي. انا 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 هذيك الرومبا الكبيره اللي فيها السوتيران من التحت وانا المحطات الكيران. صافي امين صافي. يلا سيدي اتفقنا هما الجلاب موجودين. يلا ايوا ايوا والصرف خصنا الصرف باش نردوا على الناس. القضيه غدوز لي على راسي. طبقت مع مول الزريعه راه موجد ليا واحد 2000 ريال ديال الصرف. يلا يلا سيدي شوف رابح الله يرضي عليك الا ما سيرش هبط لينا الجلاب. هما الاولين هما الاولين. كي جاتك الواليد ما يتسالكش يا وليدي يا لطفي هذه مهنه طحتي فيها مربحه الله يرضي عليهم. فوت لي السيكتور ديالي ياك اتفقنا الصباح فرقنا كل واحد بلاصتو باش يخدم لي في السيكتور ديالي. اسيدي هذا ماشي السيكتور ديالك هذا السيكتور ديال المخزن ديال الدوله هذا ديالي انا الصباح فرقنا هذا الشيء. اي فرقنا واشنو انا كنت دايز من كازا فواياجور كازا بور منين غندوز انا غنطير بسم الله انا بغيت نخدم يدي يا خويا. السلام عليكم. على السلامة. تعطلت شوية ولا لا؟ واه كي داز نهارك الواليد؟ مزيان بخير الحمد لله. أنا سيدي البركة اللي جاب الله هاي 2400 ريال. شي بركة أخرى عتقنا بها الروح. إيوا إيوا ونعم سيدي وهاني هالكادو. مين دبرتي لها؟ هادي سيدي نعاود لكم بحال الحكاية. دايزة واحد هدية وأنا نوقف ليهم ويجي مول العرس قال لي سيدي بلا فضيحه العرض هاك وهاد جوج قوالب بدهم لي. او تعالى سيدي هيا ها هاك الله تبارك بالله بالله سلام. خدروا لي عويناتكم. واش هذا سعيدي ولا شفرتي؟ هذا سيدي واحد الشاب دايز كيسمع على الراديو قلت انا نتعرض عليه نتعرض ليه عليك يا مولانا. واحد لقيته هو يغوت وضرب واحد الطريزه الباق المدرب ديال الكارتون وانا نقول ليه راه حتى قلت هو مصايب من الميكا. والله الا عندك الصح عندك الصح يا عمي هاك فكني فكني من هاد القوز ديال هادي كينقلوا في غير الماتشات المكفسين. وانا نفكو بالله عندك سويس يعني. هذا باش الشاف غادي يكون عندك سويس دبر 20 صحيح 50 درهم يلا 100 درهم الشاف الشاف ولا وليدي ولا وليدي كيجيب الثمن زين ايوا بالله نقول لكم انا غادي ويقبل لي واحد الفروش واحد الطوموبيله واقفه كبيره وكحله والجاج ايوا الجاج كحل وانا نمشي وانا ندق عليه في الجاج ودير دي الله يرحم من قراك ارحم هذا المسكين الله يرحم والدين ودير فيها. قال لي زعما انا باين قاري. قلت لي انت ماشي باين قاري انت باين استاذ. عمرتي على الحوا هو يبدا كيقلب جيبه كيقلب هنا وكيقلب كيجيب لي لي كارت لي كارت لي كارت لي كارت لي كارت تقول واش هو كيشي اوتوماتيك. ايوا ضرب جنابو هكا وهكا ويهز ويعطيني اشنو باكي تقرب؟ لا نضاضر؟ لا صافي عطيني حمار شنو عطاك؟ شنو عطاك؟
ضربوا البرد وهو يصوني هكا عمي جاوب 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 حتى لك تعرف تجاوب تليفونه الو ايه شحال ايه غدا في الصباح تكون عندك شكون شكون قال شكون شكون قال هذا شي واحد غلط حسبت واش انا هو مور البورطابل قال لي بغيت 100 مليون غدا في الصباح تكون عندي اسباس دان تبارد ولي فيهم كيواني الله يرضي على وجهك جيتو اي جينا ايوا على السلامة الله يسلمكم دابا نوقيت هاد لاكاس يلا من المحتوى بلاتي ماما بلاتي دوروا معايا بلاتي يا بليتي نتحاسب مع ماما كندور معاك نظيرة يلا ينفع الكاس دوروا معايا لا بنتي لو بنها التعطيله ما عجبانيش ماما راه 12 الليل هادي اش قلتي لها عيطنا للسبيطار ديال الامراض العقليه نسقسيوهم ياك ما فيها والو ويلا ماما الله يهديك عرفتي اش غادي يكونوا هادو طرا ليهم دبروا على بزاف ديال الفلوس ومشاو لجزر الكناري كناري وحنا جالسين هنايا كنتشواو عرفتي شكون اللي غيعطينا اخبارهم صاحب باباك اجي نعيطوا لي ربع ربع الو الو سي ادريس انا نظيره مرات مربوح صبحتك هذه المره الثالثه باش كنعيط لك عارف ولكن اش غندير انت اللي تقدر تعرف فين مشى راجلي نخليك تنعس صبحتك ما قلتي عيب بسلامه صباح الخير شتي 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 دابا الو مفتش مفتش كولومباني اشنو راجلي ولدي ولوسي مالهم كيفاش شدتهم لارا